عليكم. أنا مصممة الإكسسوارات ولاء بدر الدين خليل، مصممة أزياء وإكسسوارات. اسم العمل ولاء خليل. عندي صفحة على الفيسبوك اسمها M&W Accessories Designer. بدينا الفكرة تحت العمل على الإكسسوار. أنا بالنسبة لي كانت كهواية، اتحولت بعد ذاك لبيزنس خاص. ده ما مجال قرايتي. أنا قريت فرنساوي، تخرجت فرنساوي جامعة الخرطوم، اشتغلت في مجال البنوك. بعد فترة من الزمن حسيت إنه دي من الحاجة اللي بترضي زي ما بقولوا طموحي أو شغفي. حسيت إنه أنا عندي مجال تاني عايزة أكتشفه أو عايزة أعرفه، خصوصاً إنه الحتة تحت الإكسسوارات والحتة تحت الأحجار كانت عندي منذ الصغر. يعني بما إنه والدي مهندس جيولوجي، فكانت الفكرة تحت الأحجار والمواد الخام بتاعتها والذهب اللي بيدخل في الأحجار وأشكال كثيرة بعد أحجار كانت عندنا في البيت، كنت بشوفها وكنت بتفرج عليها وكنت حباها جدا. الحاجة دي كانت قاعدة جواي، بس بعديها الدراسة والعمل وكذا ما بيخلي الزول يكتشف الحاجة دي. بعد فترة أثناء يعني وأنا شغالة وأنا موظفة حسيت إنه لا، أنا عايزة أرجع أفتش عن الشغف اللي كان عندي. والحمد لله لقيت دعم كبير من أسرتي، من ناس بيتنا، من زوجي، وقفوا معاي وقفة حقيقية في النقطة دي لحد ما أنا وصلت للمرحلة اللي أنا فيها هسا. الحمد لله راضية تماما الرضا عنها، حاسة إنه أنا قدرت أقدم حاجة جديدة في المجال بتاع الأزياء، في المجال بتاع الإكسسوارات. حاسة إنه أنا دخلت لمسة أو دخلت طابع جديد، فكرة جديدة. يمكن في المجتمع السوداني عندنا الفكرة دي ما كانت موجودة، قصة إنه المرأة السودانية تكون لابسة مثلاً توب أو لابسة لبسة وتلبس معاها طقم بتاع أحجار طبيعية، أحجار كريمة. الفكرة دي، الثقافة دي ما كانت عندنا بالصورة الحالية هسا. حسيت إنه أنا قدمت فيها إضافة للشغل بتاع الأحجار، الشغل بتاع إنه أنا أدخل ذهب تركي مع الأحجار ذاتها، إنه أنا أحاول أدخل حتى يعني اللمسة السودانية مع الشغل بتاع الأحجار ذاته. الحاجة المهمة اللي ناس كتير يمكن يكونوا ما فاهمينها أو لسه ما عارفينها، الحتة بتاعت أهمية الحجر بالنسبة لنا. إنه الفكرة مش زينة أو حاجة جمالية بس، يعني الحجر هو الحجر معروف إنه إذا دخل مع الذهب بيزيد قيمته. الحجر معروف إنه قيمته جمالية عالية جداً، بيعكس رقي لتفاصيل بتحت اللبس، بتحت المرأة، طريقة شخصيتها، طريقة تفكيرها. الحاجة دي طبعا نقطة يعني لا غنى عنها، لكن النقطة المهمة أهمية الحجر ده ذاته في حياتنا شنو، أهمية الحجر انعكاسه بالنسبة لأجسامنا، تفاعله بالنسبة لنا نحن والتفاعل مع أجسامنا. الحجر ده فيه ميزة. الأحجار دي أول حاجة كبداية للناس اللي ما عارفين، الأحجار دي اتكونت، الأحجار الطبيعية دي من آلاف السنين، من مئات السنين، عن طريق البراكين اللي هي في بواطن الأرض. أخذت كمية من الخواص المعينة، أخذت كمية من الطاقات، الطاقات دي بتتفاعل مع أجسامنا. هسه أصبح في علم خاص بذاته، علم كبير جدا بيدرسوه في 7 سنوات أقل حاجة، اللي هو عن إنه الحجر ده بيمدنا بيات طاقات. كل حجر بيقعد عنده طاقة معينة، كل حجر عنده خاصية معينة. في أحجار أصبحت بتعالج من الأمراض، في أحجار بتزيل الاكتئاب، في أحجار بتزيل التوتر. في حجر معين بيقول لك وانت داخل على مقابلة أو انت داخل عايز تلاقي ناس أول مرة، عايز تكسب صداقتهم، عايز تكسب محبتهم، خليك لابس الحجر ده. نفس الحكاية في أحجار، مثلا أبسط مثال زي العقيق. العقيق ده مثلا بينصحوا هسه بقى الحوامل، بدل ما تكوني لابسة قطعة بتاعت حاجة مثلا ما عندها قيمة أو حاجة صفر أو حاجة كزينة ساي، العقيق ده بطلع زبزبات. الزبزبات دي بتتفاعل مع الجسم بتاع البني آدم، يعني بمجرد ما إنه يلامس البشرة بتاعتك بيطلع زبزبات معينة. الزبزبات المعينة دي بتغير، بتمتص كل الطاقات السالبة، بتحولها لطاقات إيجابية. دي معلومة ممكن في ناس كثيرة تكون ما عارفينها. أنا بتمنى إنه كله
مرة كله بنت يكون عندها قطعة بتاعت حجر كريم، حجر طبيعي تكون لابسها، تعرف الحاجة اللي بتناسب جسمها، الحاجة اللي بتصلح نفسياتها. تجرب يعني نجرب انه ندخل الثقافة بتاعت الحجر دي من ضمن الحاجات بتاعتنا اليومية، زي ما بناكل طبيعي، زي ما يعني نرجع للطبيعة. في النهاية الأحجار دي طالعة من الطبيعة، وفي النهاية أي حاجة طالعة من باطن الأرض معروفة إنه هي فيها كمية من الخواص، كمية من المواد، كمية من الحاجات اللي دخلت في تكوينها، اللي هي بتشابه المعادن تحت الجسم، بتشابه التكوين بتاع أجسامنا. فياريت إنه نرجع نلبسها، نرجع نعرف قيمتها، نرجع نقرأ عنها غير الحتة الجمالية المعروفة. فالمواد بتحتدي ممكن تتماشى مع أعمار مختلفة، ممكن تتماشى مع 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 كل الأعمار، مع كل الألوان، ممكن تضيف لك الحاجة اللي أنت عايزة تصل لها. أنا بنصح كل امرأة سواء كانت عاملة بتعاني من ضغط بتاع شغل، عايزة عندها وقت فراغ، عندها طاقة عايزة تطلعها في حاجة، حقه إنه تستفيد من زمن عشان تطلعها في الحاجات في الشغل اليدوي. شغل اليدوي جميل شديد، وغير غير الحتة بتحت إنه هو بيفرق عليك، إنه هو بيطلعك من الحتة يعني المود مثلا، أنت عايزة تضيفي حاجة جميلة. القيمة المادية بتاعته برضو كويسة جدا إذا أنت أتقنت الشغل، إذا أنت مشيت فيه، وإذا أنت أديت كل اللي عندك عشان تطلع حاجة جميلة، بتقدر تطلع منه حاجة كويسة، وبيقدر يضيف لك قيمة لحياتك سواء مادية سواء اجتماعية. كنت معاكم أنا ولاء بدر الدين خليل، ولاء خليل، أتمنى أنه أنتم تتابعوني. دي فكرتي، رسالتي الحابة أوصلها، حاولوا أنه تكون عندكم قلادة أو قطعة بتاعت حجر. الحوامل حاولوا أنه تقتنوا قطعة بتاعت حجر، حاولوا أنك تلبسيها. الناس اللي بتحب الذهب حاول أنك تدخلي قطعة بتاعت حجر إن شاء الله في الذهب بتاعك، أضعف الإيمان، ونخليه ثقافة سائدة عندنا. تابعوني الأسبوع الجاي على برنامجنا صباحات سودانية، وحنتكلم عن فكرة تاني وعن موضوع تاني، وإن شاء الله أقدر أقدم لكم حاجة مفيدة وتقدروا كلكم تستفيدوا منها. شكرا جزيلا.